تظاهر الآلاف من أبناء الساحل الغربي في مدينة المخا لدعم قرارات البنك المركزي ورفض الضغوط الهادفة إلى تأجيل القرارات، محذرين من تأجيل هذه القرارات ومن إنقاذ ميليشيا الحوثي الإرهابية من السقوط الحتمي كما ورد في البيان الختامي لهذه التظاهرة. تمتد التظاهرات الشعبية إلى مختلف المناطق المحررة دعماً لقرارات البنك المركزي. هنا في مدينة المخا احتشد الآلاف في تظاهرة دعت إليها اللجنة الشعبية رفضاً لتجاوز أو تأجيل قرارات البنك المركزي. جئنا اليوم رجال ونساء لنبارك ونؤيد القرار اللي اتخذه المعبقي رجل الدولة ورجل المرحلة، يعني كان قرار بمحله. نحن نؤيد القرار هذا ومع القرار، ونحن معك يا معبقي، نحن معك يا معبقي. دعم قرارات البنك، لدعم قرارات الشرعية، لدعم الاستقرار، لتوحيد العملة، لتوحيد اليمن، لفتح الجبهات موجودين هنا في المخاء، لمواجهة الضغوط الأممية التي تمارس ضغط علينا لنصرة الحوثي على الشرعية وعلى الوطن وعلى الدولة. من الوازعية وموزع وذباب المندب وأرياف المخا توافد المواطنون يهتفون رافضين محاولات إعادة بث الروح في بقايا الإمامة الإرهابية وتكرار خطأ ستوكهولم الذي أنقذ ميليشيا الحوثي الإرهابية من هزيمة مؤكدة على يد القوات المشتركة بمدينة الحديدة. بارك المتظاهرون قرارات البنك المركزي وقالوا إنها تمثل إنقاذاً للاقتصاد الوطني من الانهيار بسبب عبث ميليشيا الحوثي، رافضين الضغوط التي تمارسها عليه، ضغوط قال بيان التظاهرة إنها تخفي خلفها مؤامرة قذرة تسعى لإفشال الشرعية وتمكين ميليشيا الحوثي الإرهابية من استكمال تنفيذ أجندة إيران في اليمن وتحويل البحر الأحمر إلى بحيرة يتحكم بها الحرس الثوري الإيراني. باسمكم جميعا من هنا من قلب الساحل الغربي نعلن تأييدنا ومباركتنا لقرارات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بسبب عبث ميليشيات الحوثي، كما نعلن رفضنا لكل الضغوطات التي تمارس على البنك المركزي. بالنسبة للمتظاهرين فهذه القرارات لا تراجع عنها، مطالبين الحكومة بكل مؤسساتها المضية قدما في دعم الإصلاحات المالية والنقدية وتحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات المالية والمصرفية إلى جانب تجفيف بؤر تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال. وكرر المتظاهرون كما في تعز ومأرب والخوخة التحذير من أي تأجيل أو تراجع عن هذه القرارات، وقال بيانهم إن أي تراجع سيمثل انتكاسة في مسيرة نضال الشعب اليمني وتضحياته الجسيمة من أجل القضاء على الانقلاب الحوثي والتمدد الفارسي وعودة اليمن إلى الصف العربي. تغلق الإرادة الشعبية الباب أمام أي محاولة لإنقاذ ميليشيا الحوثي الإرهابية، تقول إن الغاية من الضغوط ليست خارطة السلام المزعومة، إنما إنقاذ ميليشيا الحوثي من السقوط الحتمي، إنقاذ يرفضه الشارع اليمني، ويوصل التظاهر لمنعه والمضي في تنفيذ هذه القرارات إلى جانب مواصلة أقدس معارك اليمنيين وصولا إلى كتابة الانتصار واستعادة العاصمة صنعاء. هذا وقد أكد المتظاهرون تمسكهم بقرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لإنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار بسبب الحرب التي يتعرض لها من ميليشيا الحوثي الإرهابية. ورفض المتظاهرون الضغوط الأممية والدولية معتبرين إياها محاولة لإنقاذ ميليشيا الحوثي الإرهابية. ساند قرارات البنك المركزي الذي تعارضه الدول الأمم المتحدة، فنحن نقف إلى جانب البنك المركزي لتوحيد العملة. نحن جينا اليوم ندعم قرارات البنك المركزي اليمني على ما بدأ فيه، يعني على توحيد العملة. خرجنا شبابا ورجالا ونساء ومن جميع أطياف المجتمع للوقوف مع قرارات البنك، وما ونقول للمعبقين نحن معك ومع قرارات البنك، ونرجو عدم خذلان الشعب اليمني لما ينتظره بلحظات حاسمة
من نتائج هذا القرار. لا للميليشيات الحوثية، نعم للقرارات، نعم لتوحيد العملة.